التصويت على قانون الموازنة الاتحادية. تصويت. بعد تمرير الموازنة المالية للعام الحالي داخل قبة البرلمان العراقي وبدون مشاركة أو قبول الكرد بها، وقف الكرد في العراق عند مفترق طرق، فلا هم يستطيعون التخلي عن بغداد تماما ولا يستطيعون الحصول على شيء منها، فبدأوا يلوحون بخيار الانسحاب من العملية السياسية في العراق، والنواب الكرد في بغداد بانتظار القرار الأخير من القيادة السياسية في إقليم كردستان. رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي عرفات كرم قال: عندما يرغب الكرد أن يكونوا كردستانيين تعلن الحرب عليهم، وعندما يريدون أن يكونوا عراقيين تصادر حقوقهم، فماذا عسى للكرد أن يفعلوا؟ واصفا الموقف بالسيء للغاية، آملا من أن تتخذ قيادة إقليم كردستان قرارها سريعا، لأن الأمر مرتبط بقوت شعب كردستان ومستقبله. لكن النائب عن التحالف الوطني الشيعي الذي يشكل الأغلبية في البرلمان والحكومة سليم شوقي قال: إن الكرد مكون رئيسي من مكونات العراق، ولهذا فإنهم لن يقبلوا بانسحابهم من العملية السياسية، فإن حصل وانسحبوا منها فإن هذا الأمر سيمهد لتدخلات خارجية دولية حسب زعمه. من جانبه دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بعد استقباله رئيس الوزراء حيدر العبادي جميع الأطراف إلى إطلاق الرسائل الإيجابية لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، مؤكدا أن الحوار والتنازل والالتقاء في المنتصف ضرورة للخروج من الأزمة بما يضمن مصلحة الجميع وفق القانون والدستور. فيما كشف عضو البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير عن ضغوط من طرف إقليمي على بغداد لأجل تمرير الموازنة الاتحادية بغياب الكرد، متهما الحكومة التركية صراحة بالضغط على بغداد لفرض المزيد من الإجراءات العقابية بحق شعب كردستان، قائلا: إن ما حصل هو بمثابة الانقلاب على الدستور وفض للشراكة. مراقبون أشاروا إلى أن تمرير الموازنة دون رغبة الكرد هو دعاية انتخابية أخرى للعبادي لكسب أصوات المحافظات السنية في الانتخابات، خاصة بعد أن تمت الموافقة على مطالبهم واستمالة كتلهم البرلمانية إلى صفه.